تتضايقي لو سجلت الحوار عشان يبقى سهل في التفريغ؟ نو، تفضلي طبعا. طيب اوكي، مدام زيزي؟ ما بلاش مدام دي، خليها زيزي بس. اوكي زيزي، قوليلي بقى، ابتديتي الموضوع اللي انت بتشتغلي فيه ده ازاي؟ من 20 سنة كنت متجوزة، وجوزي كان بيشتغل في الخليج، واكتشفت في اجازته انه صاحب عليا واحدة، والواحدة دي اعز صاحبة ليا، وفي مصر مفيش قانون يمنع الرفق. يعني ايه؟ يعني لو راجل في شقة ومعايا واحدة مش متجوزة، مفيش حد يقدر يعمل لهم حاجة، حتى لو بلغتي عنهم ما يحصل لهمش أي حاجة. مفيش قانون في مصر يمنع ده، ما يعتبرش لا هو زاني ولا هي، يعني مرافقين. طلقتي طبعا؟ طبعا، وطبعا ما خدتش منه أي حاجة، فقررت إني أشتغل، ما عرفتش لغاية لما اتعرفت على رجل أعمال ورفقته، وعملت منه فلوس كويسة قوي. بعديها اتعرفت على ستات ظروفهم زي ظروفي بالظبط، عرفتهم على رجالة أصحاب الرجل اللي أنا كنت مرافقاه، وابتدى مشواري اللي بعتز بيه. بتعتز بيه؟ يعني عشان القانون معرفش ياخد لي حقي، قررت أستغله وعملت فلوس كتيرة قوي من الموضوع ده. طب ده قانون البشر، ربنا بقى. أنا ما نمتش مع حد، أنا تبت. أنا كل اللي بعمله إني بعرف فلان على فلانة، أنا عارفة إنه ده غلط، بس انتي مكاني تعملي ايه؟ ما هو في الاوتيلات واصحابها بيعملوا اللي انا بعمله بالظبط. ازاي يعني؟ يعني لو راجل راح اخد اوضه في اوتيل والست جات له، محدش بيسالهم انتوا بتعملوا ايه؟ يعني بيسهلوا اللي انا بعمله بالظبط. طب قولي لي بقى، يعني طبيعه الرجال اللي بتيجي دي بتبقى ايه؟ رجال؟ لا يعني قصدي شباب كبار فقراء اغنياء. ايه؟ كلهم متجوزين. متجوزين؟ ده الطبيعي، لأن الراجل من مراته ما بيطلبش الحاجات اللي بيطلبها من البنات اللي عندي، وما يقدرش يقول لمراته تعمل له الحاجات اللي البنات اللي عندي بيعملوها له. غريبة دي. عارفة يا إنشي، لو الراجل طلب من مراته حاجة وعملت له اللي طلبه، يشك في سلوكها. الرجالة دي يا إنشي تركيبة معقدة جدا. ثانية واحدة، يعني انت عايزه تقولي لي ان لو واحد طلب حاجات معينه من مراته ما رضيتش تعملها او ما عرفتش، يبقى كده هيتهمها بعدم الخبره لانها ما اتجوزتش قبل كده وما عرفتش حد، ولو طلب منها الحاجه دي وعملتها وانبسط يعني هيتهمها ان سلوكها بطل؟ بالظبط كده، يعني في الحالتين بتتلام، هي دي المشكله الاساسيه. عارفه لما انا كنت محترمه حلوه قوي لما كنت محترمه دي، مش كده؟ كنت فاكرة إن الموضوع ده بيحصل عشان نجيب عياله بس، يعني أنا برضو كان عندي مشكلة. يعني أنت عايزة تقولي لي إن المشكلة الأساسية بين الراجل والست هي الجنس؟ يعني تقدري تقولي الثقافة. لو الست اتثقفت قبل الجواز يتقال عليها قليلة الأدب، والراجل بيتثقف في الحاجات دي من شوية أفلام مش حقيقية، أو من الستات اللي بيجوا في حياته وان نايت ستاند. ليلة واحدة وخلاص يعني. قولي لي، أنت شكلك متعلمة، أنت دارسة إيه؟ أنا خريجة آداب إنجلش. أنا وصغيرة كنت بخاف من كلمة آداب دي، عارفة يعني آداب وبوليس الآداب وكده يعني. بس الآداب دي غير الآداب دي خالص. أنت عارفة يا إنجي، عشان يكون في صح لازم يكون في غلط، فهمتيني؟ ليلي، أنت رينج الرجالة اللي بيجولك دول من سن كام لكام؟ يعني من 35 ل 55. مفيش أكبر من كده؟ لا، أنا بفضلهم ماكسيموم 55، بعد 60 بقى خلاص الراجل يقعد جنب مراته ماتش اعتذار بقى، دي أصلة الرجالة. مسخرة والله. هو أنتِ لسه شفتي حاجة؟ لا، هو أنا عايزة أشوف بصراحة. بصي، عارف التليفون ده بره التسجيل خالص. لا أصلك عجبتيني بصراحة، عايزة أسألك شوية حاجات. عينيا ليكي. ليه بقى الراجل اللي بيجيلك ده يعني بيقعد يشتكي؟